البيت واحد. فاحنا اليوم يعني بعد سنتين من فتحنا المركز طبعا تطلعاتنا وطموحنا ان احنا نكون اكبر وتوسع اكثر. لذلك طبعا يشرفني ويسعدني اعرفكم اليوم وهو غني عن التعريف الدكتور نبيل الفليشاوي من الكويت. هو طبعا السي في ما شاء الله حافل، يعني ما اعرف وين ابتدي اعرفه. هو رئيس نقابه الفنانين الاعلاميين في الكويت، كذلك مساعد رئيس كليه الفنون التطبيقيه، يعني بعد مدرس ما شاء الله، ونحات وفنان ومصمم. ولنا شرف الصراحه انه هو يكون مدير المركز، مدير العام للمركز الصحي، وانا دارسه هناك، فلنا تواصل دائم. طبعا انا بالكويت وهم في قطر، وهو بعد فنان مسرحي، يعني يمكن تطلعون على السي في بعدين معه. ايضا انا احب احتفل باخواني اللي موجودين اللي ساعدون، في بعضهم الله يرجعهم ان شاء الله بالسلامه مسافرين. طبعا كل واحد فيكم هو يعتبر من المؤسسين هذه وشريك لهذا المركز، لان بدون المتطلع كلكم تعرفون محمد الحمادي، احنا اليوم نعلن عن شراكتنا ان شاء الله 7 هبن مع شركته. طبعا هم صاروا او اصبحوا من رواد